جينيسيس هو بيزنس كومبلكس تاور، هو موجود في منطقة الداون تاون. منطقة الداون تاون زي ما احنا عارفين هي أهم منطقة في العاصمة الإدارية. هي زي ما بيقولوا بأسلوب بسيط كده، هي وسط البلد زي ما احنا عارفين كده، وسط البلد في القاهرة، فهي دي السنتر بوينت بتاعت العاصمة الإدارية. احنا في منطقة الأرضي و14، منطقة التاورز الأرضي و14، احنا قدام الأبراج السياحية دايركت. المشروع بتاعي على مساحة 6000 متر. انا برضو كعاده نيو جيرسي بتحاول ان هي تختار اللوكيشن المتميز، لان احنا قلنا في الاول ان اللوكيشن هو اهم حاجه في العقار. احنا موجودين في الارضي و14 قدام الابراج السياحيه. كمان عملنا اد فاليو للمشروع بتاعي ان انا عامل الديزاين بحيث ان يكون في منطقه بلازا بس، هي 3000 متر بنص مساحه المشروع او نص مساحه الارض، بحيث ان يبقى في فيو للوحدات عليها مع الفيو اللي على الشارع الرئيسي ال 90 متر الفاصل بيني وبين الابراج السياحيه. فانا عامل ديزاين متميز جدا. الفيوهات بتاعت الوحدات متقسمه تقسيم عادل جدا. اشتغلت على العميل جدا على الاقل بوجود البلازا ال 3000 متر دي، بحيث ان هي تكون فيو للكلاينت او فيو للوحده. لو تقول لنا برضو يعني المول نفسه متكون من ايه، التجاري بتاعه والطبي، وهل في فندقي، يعني قول لنا بالظبط. هو التايبس في التاور او التاور هو نشاط تجاري واداري وطبي ووحدات فندقيه. فانا عندي ارضي و14، عندي 3 ادوار بيزمنت، بعد كده عندي ارضي واول وتاني هو تجاري وحدات كوميرشال، عندي بعد كده الثالث والرابع هو كلينيك، عندي من الخامس لغايه الثامن هو ادمن اللي هي وحدات اداريه. أيوة. عندي بعد كده من التاسع لل 14 هي هوتيل ابارتمنت اللي هي الوحدات الفندقيه، وحدات فندقيه بالظبط كده. تمام. كمان انا حاولت ان انا ابقى بقدم برودكت جديد مختلف شويه في السوق العقاري، ان انا قدمت اول بزنس سويت في العاصمه الاداريه او في منطقه الداون تاون، بحيث ان المكتب الاداري ما يكونش هو مكتب تيبيكال او مكتب في دور واحد، لا بيكون دوبلكس بسلم داخلي بينهم بديزاين تحفه. فدي كانت حاجه متميزه، ده برودكت جديد انا اول مره اقدمه. مكتب على دورين يعني. بالظبط كده. تمام. بالظبط، هي شركه كده صغننه زي ما بيقولوا، او شركه كبيره على حسب المساحه اللي حضرتك هتختارها. ايوه. فدي كبزنس سويت انا نزلت بالبرودكت ده من شهرين تقريبا، وحققنا مبيعات كويسه جدا، والكلاينت فعلا هي حاجه زي ما بيقولوا حاجه يونيك، انت مش موجوده في الـ في الـ في الداون تاون، فكان فيها اقبال كويس جدا. حلو جدا. برضو قدمنا الهوتيل سويت، ده برضو سويت دوبلكس هوتيل فندقي بنفس الكونسبت كده للعميل اللي محتاج مساحه كبيره شويه. حلو قوي. بس فكره ان الواحد ياخد حاجه يونيك دي بالزبط. يعني ازاي ابقى مختلف عن اي حد تاني؟ بالظبط يعني. بالظبط طبعا، ده كان بالزبط. اساس ان احنا اشتغلنا على كده، كان اساس الفكره اللي هي طلعنا بيها بزنس سويت.